رئيس الوزراء الأسبق العبادي أبرم عقودا كما تعلم مع شركة سيمنز الألمانية، لكنها بقيت حبرا على ورق، وهناك في الوقت عينه مخاوف من أن تبقى الاتفاقات التي أبرمها السوداني خلال زيارته برلين بداية العام الحالي حبرا على ورق، فكيف سيكون مصيرها باعتقادك؟ نتمنى أن ترى النور، والعراق حاليا يمتلك أموال كبيرة وميزانية ضخمة، وهذه أيضا يعني تشجع على قيام مثل هذه العقود، لكنه الجانب السياسي مثل ما معروف هو جانب حاضر دائما. فهناك الشركة جنرال إلكتريك الأمريكية تنافس شركة سيمنز الألمانية، والجانب الأمريكي أقوى في السياسة من الجانب الألماني في العراق، ولهذا السبب ربما تكون هناك بعض التأخيرات وبعض التعطيل في هذا الجانب أو المعوقات في هذا الجانب. نحن نحتاج أيضا إلى تنوع مصادر الطاقة، تنوع مثلا هناك لا نعتمد على الطاقة فقط على مثل المعروفة مثل ما مستخدمة حاليا، فهناك طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، ممكن أنه يستفاد منها العراق في إنتاج الطاقة الكهربائية، وهذه ستعوضه بالاتفاق مع عدة شركات، وأهمها ممكن أنه الجانب الصيني الذي وفره الكلفة والنوعية.